بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نتعلم كيف نخفي الملفات في الجيت. خلينا أوضح لك الفكرة. بدنا ننشأ مع بعض ملف اسمه هاي تاتش دوت جيت اجنور لازم يكون بنفس هاي الأحرف، نفس التسمية. هاي انت مش رح يظهر عندك، ليش؟ لأنه مخفي. دوت إيش يعني دوت؟ يعني إنه هذا الملف مخفي. خلينا نعمل هسه في الماك كوماند شيفت دوت، هيك أنت هسه أظهرت الملفات المخفية. أشرحناها بفيديوهات سابقة كيف تظهر الملفات المخفية. في الويندوز بدك تروح على ريفيو، بعدين تعمل تشيك على هيدن آيتم. كيف بدك ترجع تخفي الملفات المخفية؟ كوماند شيفت دوت في الماك. في الويندوز تروح على الفيو او تشيل التشيك على الهيدن ايتم. خلينا ننشئ هسه ملف جديد تاتش تاسك دوت تكست. الهدف من هذا الملف انك انت تحط جواته تاسكاتك، يعني مثلا تحكي عندك تاسك 1 بدك تنفذ عمليه معينه، تاسك 2 بدك تسوي صفحه رئيسيه. هاي التاسكات هي فقط لك، مش لازم انت تخزنها جوا الجيت. واحنا اتفقنا في المحاضرات القادمه رح أبلش أعلمك كيف تشتغل على شكل تيم. بعض الملفات ما بدي أشاركها أنا. لو عملنا هسا جيت ستاتوس راح أحكي لك إنك أنت أنشأت ملف اسمه جيت إجنور وفي عندك ملف اسمه تاسك دوت تكست. لكن لو فتحنا هسا جيت إجنور نانو دوت جيت إجنور وهي تاب وهي إنتر، فتح لي الملف. بدي أحكي له جوا هذا الملف استثنيلي، يعني اخفيلي الملف اللي اسمه task dot text. اعمل control x اكبس على الواي وهي انتر. خليني هسا اعمل get status. انتبهت انه ملف التاسك اختفى، صح؟ بطل موجود عندي في الworking directory، صار فقط جوا get ignore. يعني شو ما تكتب انت جوا هذا التاسك مش راح يرتفع لا على الستيج اريا ولا على الروبستوري. الملف هذا صار مخفي. خليني هسه اعلمك بعض الباترن اللي راح تفيدك. مثلا انا بدي انشئ ملف من نوع خلينا نحكي اكسكيوت، هاي اب دوت اكسكيوت يعني تنفيذ. لو عملنا جيت ستاتوس راح يظهر لي، خليني اعمل نانو جيت اجنور وبدي احكي له كل الملفات اللي امتدادها دوت اكسكيوت اخفي لي اياها. معنى الستار هنا انه كل الملفات اللي امتدادها دوت اكسكيوت اخفي لي اياها. كنترول اكس حرف الواي انتر جيت ستاتوس ما ظهرليش الملف اللي اسمه اب دوت اكسكيوت. يعني حتى بتقدر مثلا تخفي كل ملفات الجافا، كل ملفات الجافا سكريبت، كل ملفات السي اس اس. خلينا ننشئ كمان ملف تاتش امبورت دوت اكسكيوت، انه هذا الملف مهم جدا ولازم ارفعه انا على الريبستوري او على الستيج اريا، يعني لازم اخزنه. بس لو عملت جيت ستاتوس مش راح يظهر لي اياه. خلينا نفتح الجيت اجنور. انا بحكي له صح، انت لازم تخفي كل الملفات الدوت اكسكيوت، بس بدي احكي له ما عدا علامة النت معناتها ما عدا الملف اللي اسمه امبورت دوت اكسكيوت. هذا ظهر لي لا تخفي. كنترول اكس واي انتر هاي جيت ستاتوس وهي ظهر. خلينا هسه ننشئ فولدر ميك دايركتوري. فنكتب مثلا نود هاي انتر فانشا لي الفولدر اسمه نود. خليني افوت جوا النود. داخل فولدر النود بدي انشئ اكثر من ملف وهي تاتش مثلا تيست 1 دوت تكست. خليني انشئ كمان ملف تاتش تيست 2 دوت تكست. طيب الجيت ستيتوس شو حكت لي؟ قالت لي انه في عندك ملف اسمه جيت اجنور وفي عندك امبورت اكسكيوت وفي عندك دوت فورورد سلاش، وهي معناتها انه فولدر النود. طب ليش ما كتب لي نود؟ لاني انا اصلا جوا فولدر النود. حكي لي انت جوا فولدر النود، فلازم اطلع من هذا الملف change directory double dot
انت هسا انت صرت جوا فولدر بروجكت، يعني عملت باك لورا. خليني هسا اعمل جيت ستاتوس، هسا ظهر عندي كل اشي بشكل واضح. قال لي في عندك جيت اجنور اونبورد اكسكيوت، في عندك فولدر نود. انا بدي اخفي هذا الفولدر والاشياء اللي جواته. خليني اعمل نانو دوت جيت اجنور، بدي احكي له هون اخفي لي الفولدر اسمه نود، ما تنساش الفورورد سلاش. ما عنا الفورورد سلاش انه حتى اخفي لي الملفات اللي جواته. انتر اكس واي انتر. خلينا نعمل جيت ستاتوس. بالضبط هي اخفى لي الفولدر اسمه نود. خلينا هسه نرفع تعديلات على الريبستوري جيت اد دوت. وهون بدي اوضح لك نقطه، ايش معنى كلمه دوت؟ هنا معنى كلمه دوت بترفع لك كل الملفات المخفيه وغير المخفيه. شفت الدوت جيت اجنور، هذا ملف مخفي. طب لو عملت ستار وارجع اعمل جيت ستاتوس، شو انتبهت؟ انه رفع لك الامبورت اكسكيوت. طب دوت جيت اجنور تم رفعه؟ لا، معنى الستار هون ارفع لي كل الملفات. لكن شو مشكلتها اذا كان في عندك ملفات مخفيه ما بترفع لك اياها؟ خلينا نحكي هسه من المحاضرات القادمه انا راح اصير دائما احكي له ستار، لانه انا اصلا ما بدي ارفع الملفات المخفيه، صح؟ لكن هسه بدي اخزن دوت جيت اجنور في الريبستوري، فحضطر احكي له جيت اد دوت هي جيت ستاتوس، وهيك رفعني الدوت جيت اجنور في الستيت. جيت كومنت داش ام، فنكتب هنا اد جيت اجنور، هاي انتر. خلينا نعمل جيت ستاتوس، وهيك عندنا الوركينج كمين. اتمنى كانت افكارنا واضحه، ونشوفكم ان شاء الله بالفيديو القادم، ويعطيكم العافيه.